الشعبي ما يتحلش الا بعد 4 سنين الا اذا باعضائه. ليه بيحط له الشرط دوت؟ ليه؟ والا باعضائه. وايه عاوز يعمل تقرير وتحسين لنفسه؟ هو خايف من ايه؟ خايف من ايه بالظبط؟ اعمل، ما انت هتعمل حاجات حلوه مصالح للبلد. انت بتحصل نفسك ليه؟ ما انت مش هتعمل حاجات تفيد طالما انت عاوز تحصل نفسك. مش عاوز ده يحاسبك وده يحاسبك، طب ليه؟ اه الفوضى صارت في البلد من ساعه ما مسك بصراحه. يعني ما فيش في امن ولا بيجي في اي حاجه وكل حاجه غليت، ولا حد بيتوظف ولا حد بيعمل، وضحك علينا بالمشروع اللي قال عليه، ولا عمل مشروع ولا عمل اي حاجه. غير المؤمنين لما انا كف الشريعه، عمل الشريعه وطبقها، لما كف احتياجات البلد بعد كده طبقها. كف احتياجاتي وقول انا هعمل وهسوي، وساعتها كل انا نقول وراه. لكن انت عاوز تعمل حاجات واحنا معارضين، مش ما فين، ما فيش. وبيقولوا دلوقتي اقتصاد البلد، مش اقتصاد البلد، هم الاقتصاد كلها اللي راحه معارضه، اللي راحه مؤيده ليه؟ بفلوسه، بفلوسه. البنزين دلوقتي متوفر للاخوان اللي احنا بنبقى في طوابير عليهم مش لاقينه؟ ايوه. لا الاتوبيسات واقفه بال 2 وبال 3 الاتوبيسات قدام الجواز ولايه دمار سيروت. دلوقتي الفلوس ظهرت، وكانوا من 4 شهور بيقولوا البلد دي ما فيهاش فلوس. البلد اقتصاد البلد، هناخد كارد، هنعمل دلوقتي. الفلوس ظهرت ليهم، الاعلانات ظهرت ليهم، والبنزين ظهر. البنزين اللي مش لاقينا دي لنا سنتين ومش حاططين عليه، دلوقتي البنزين متوفر للاخوان. ايوه. على فكره قريت المدينه 34 ماده، ما لقيت ان كلهم معترض على حاجات فيهم، بس هو الاصلح، هو الاصلح. لان يعني الرئيس نفسه وعد، قال لك انا بعد الاستفتاء بتاع الدستور خلاص انا قراراتي انتهت، هيبقى في مجلس شعب وفي تشريع جديد وفي وفي وفي. فالرئيس عايز، خايف على البلد وعايز يحسن اقتصاد البلد، وعايز الانقسامات ديت خلاص بقى، والاجندات اللي مطروحه ديت واصحاب الاجندات دي. احنا المفروض نغير، احنا بنقول الحته بتاعت عزل الموظفين من عصر النظام السابق ده، احنا نادينا بكده، بتغيير البطانه. المفروض نغير البطانه ويبقى فيها عيش وحريه فعلا. لكن هو الراجل مش هيشتغل لوحده، معاهوش عصا موسى. لكن الانكسابات اللي حاصله دي والناس اللي بتهيج الجمهور والناس اصحاب الاجندات، انا على فكره كنت في التحرير وشفت ان في البرادعي بيمول الاعتصام دوت من اول يوم، بيمول. امال الاخوان بيمول، وانا شاهد عيان. شفت ان 500 خيمه في ستايل واحد، ودي فايده. الراجل بينزل، والراجل اللي هم شغالين معاه بينزلوا يجيبوا الوجبات ويجيبوا كل حاجه. انا ما بفتريش، ده كلام انا بقول لك شاهد عيان ومستعد الكلام ده. لكن الناس اللي بيغرروا فيهم فعلا بيضحكوا على عقولهم ويقولوا لهم كذا. حمدين صباحي بالاسم، راجل صاحب اجنده وعايز مصلحة سياسية ومكاسب سياسية، والبرادي نفس النظام. وعيب قوي ان هم يحطوا ايديهم في ايد الفلول، ده اللي مضايقني. لكن انا لا اخواني ولا تبع اي حزب، انا ممكن اثبت نفسي ان انا تبع 25 يناير، انا نزلت وناديت بكده. لكن اللي انا شايفه فعلا اقسم لك بالله الانقسامات ديت اجندات.